مساء الخير. البداية من موقف رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يلي أكد أنه إصراره على نتائج عملية للتدقيق الجنائي المالي لا ينطلق من اعتبارات شخصية بل من حق اللبنانيين يعرفوا أين ذهبت أموالهم وتعبهم وجنى العمر. العماد ميشيل عون رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين أقسموا اليمين القانونية أمامه بعد صدور مرسوم تعيينهم إلى ممارسة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بكل تجرد وشفافية وإخلاص واستقلال وعدم الاستماع إلى أي جهة إلا ما ينص عليه القانون والأنظمة المرعية الإجراء. وقال الرئيس عون إن اللبنانيين انتظروا طويلا قيام هذه الهيئة وعلقوا عليها الأمال الكبار داعيا الأعضاء إلى أن يكونوا فريق عمل متجانس لا يقدم سوى المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار ويلاحق قضايا الفساد وفق الصلاحيات المحددة للهيئة في قانون إنشائها، واعدا بالعمل على الإسراع في إصدار المراسيم التنظيمية وتوفير كل الإمكانات المطلوبة لتمكين هذه الهيئة من مباشرة عملها بسرعة. وشدد رئيس الجمهورية على جميع المراجع تسهيل عمل الهيئة وتذليل كل العقبات أمامها، لافتا إلى أن التزامه مكافحة الفساد كان من الأولويات التي عمل على تحقيقها منذ بداية عهده، لكن عراقيل عدة وضعت في الطريق من جهات وفرت الحماية للفاسدين وحالت دون وضع حد لمماراساتهم التي أرهقت الدولة وأضرت بمصالح الناس. واعتبر الرئيس عون أن التدقيق الجنائي المالي الذي بذل جهدا كبيرا لجعله حقيقة قائمة هو أحد مظاهر مكافحة الفساد، لذلك تبرز محاولات كثيرة لإجهاضه والحؤول دون وصوله إلى النتائج المرجوة التي تلقي الضوء على الأسباب الحقيقية التي أوصلت البلاد إلى هذا المنحدر وتحاسب المسؤولين عن ذلك. وأكد الرئيس عون أن إصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي إلى نتائج عملية لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروج المتضررون من هذا التدقيق، بل من حق اللبنانيين أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم وتعبهم وجنى العمر. وكل ما يقال غير ذلك إنما يصدر عن جهات وأحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في إدارة شؤون الدولة ومؤسساتها لا سيما مصرف لبنان، وليس غريبا أن تنتفض هذه الجهات وتلك الأحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده مستعملة كل الوسائل الخاصة أمامها وخصوصا وسائل الإعلام للمضي في تضليل الرأي العام. وأبلغ الرئيس عون رئيس وأعضاء الهيئة دعمه الكامل لعملهم داعيا إياهم إلى العودة إليه إذا واجهوا أي صعوبات أو عراقيل أو ضغوط خلال ممارستهم مهامهم. وفي بعبدة رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب فادي جرجس الذي أطلع الرئيس عون على العقبات التي تواجه عمل الهيئة ومنها الحاجة إلى إيجاد مقر لها وإصدار مراسيم تنظيمية وتخصيص الاعتمادات اللازمة إضافة إلى مشاكل إدارية ولوجستية أخرى. وأعطى الرئيس عون توجيهاته إلى الجهات المعنية لمتابعة الموضوع وتوفير الحاجات اللازمة للهيئة لتمكينها من القيام بدورها وفقا للقانون. من الزاوية القانونية، هل يحق لوزير المال أن يمتنع عن توقيع مراسيم التعيينات؟ التفاصيل بهالتقرير للزميل غريس مخايل. بعد إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة محيلا إياها بمرسوم إلى مجلس النواب ومع سلة من التعيينات في جلسة العاشر من شباط، برز في الواجهة امتعاض وزراء الثنائي الشيعي والتلويح بأن وزير المال لن يوقع المراسيم. ولكن حتى ولو عاد الثنائي عن موقفه، هل يحق لوزير المال التمنع عن توقيع مراسيم حكومية بالمطلق؟ ما دام صدر قرار عن مجلس وزراء، هنالك ما يسمى مبدأ التضامن الوزاري، بمعنى أن كل الوزراء يلتزمون قرارات مجلس الوزراء، لهم الحق قبل صدور أي قرار الاعتراض. إذا صار في اعتراض وفقاً للمادة 65 ساعتها ما في توافق من روعة التصويت. إذا الموضوع من الموضوعات العادية نعمل تصويت بالأكثرية العادية، إذا الموضوعات هي أساسية مثل مثلاً تعيينات بنروح على الثلثين بصير في تصويت بالثلثين. متى صدر قرار لمجلس وزراء وطلي علنا حسب مرسوم عمل مجلس وزراء الصادر سنة 92 معدل سنة 2002 طلي القرار صار في محضر، يصبح قرار مجلس وزراء ملزما لجميع الوزراء ولرئيس الوزراء ولرئيس الجمهورية حتى. هذا في المبدأ الدستوري. سؤال آخر يطفو في الواجهة، ماذا لو تمنع وزير المال عن توقيع أي من المراسيم؟ تمنع الوزير عن تنفيذ قرار وزاري أصبح، فأيا كان هذا الوزير، وأنا ما عم بحكي عن حالي بعينه، بتمنى هون نوضحها بكثير من التأكيد، مين ما كان الوزير وشو كان الموضوع، صرف النظر المجلس النيابي مفترض لولا كنا نحن
بميني برلمان بالحكومه، يعني ميرور مرايه للمجلس النيابي، للاسف عطلت المحاسبه والمساءله. لولا كنا في هذا النظام المسخ الهجين كان مجلس النواب بيحاسب الوزير وبيطرح الثقه بالوزير، لكن المعادله الرقابيه تعطلت، فرح ننسى شيء اسمه رقابه برلمانيه. بيبقى حل وحيد صرف النظر، برجع اقول لك، عن الوزير واسمه والموضوع، اللي هو ممكن يصير في اتفاق على اقاله وزير او تعيين بديل له، هذا بيطرح اكيد ازمه بالسياسه، لكن نعم. بالمعنى الدستوري عدم تنفيذ اي وزير لاي قرار وزاري هو امر يخرج قبل ما يكون عن النصوص الدستوريه، عن المبادئ المعمول بها في التضامن الوزاري. وهل يستوجب هذا الامر تعديلا دستوريا؟ نظريا نعم، يمكن تعديل الدستور لالزام الوزراء بمهن معينه لانفاذ مقررات مجلس وزراء، لكن أسوة باللي صار مع رئيس الجمهوريه بالقوانين وغيرها، لكن بقول لك انه آخرة النهار الدستور يا في نية بتطبيقه يا ما في نية بتطبيقه. مرات كتير بيكون في نصوص واضحة، بس طالما تغيب الرغبة والنية والإرادة في التطبيق فما بنلاقي هذه النصوص اتطبقت. يعني العبرة منا دائما بالنصوص، عزيز، هي أكثر بالنصوص. لتكون العبرة الدائمة هي الاحتكام إلى الدستور وتطبيق نصوصه بعيدا عن الاجتهادات للمصالح والأهواء السياسية. وإلى الشق الانتخابي، في دائرة تعكار صقور المستقبل مستمرون بخوض المعركة الانتخابية، أما القوات فمتضررة، فيما التيار الوطني الحر يدرس الخيارات. التفاصيل في تقرير جورج عبود. دائرة الشمال الأولى أي عكار هي مع تيار المستقبل، بقيت عصية على الخرق على مدى سنوات كثيرة، فبالرغم من أنه هيدي الدائرة شكلت خزانة من الأصوات أوصلت نواب للمستقبل، إلا أن ما أخذت من التيار الأزرق أي خدمات، فبقيت منطقة محرومة ومهمشة. بالانتخابات النيابية لعام 2018 بلغ عدد الناخبين بعكار 293,071، اقترع من بينهم 136,947، فبلغت نسبة الاقتراع 47.7%. أما الحاصل الانتخابي 19,058. تحظى عكار بسبع مقاعد نيابية مقسمة على الشكل التالي: ثلاث مقاعد للسنة، مقعد للطائفة العلوية، مقعدين للروم الأرثوذكس، ومقعد ماروني. ست لوائح انتخابية تنافست بانتخابات العام 2018، وبعد احتساب الأصوات يلي حصلت عليها كل لائحة تبين أنه فقط لائحتين تمكنتا من الوصول للحاصل الانتخابي. لائحة المستقبل لعكار المدعومة من تحالف تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية نالت 76,452 صوت، فحصدت خمسة من أصل سبع مقاعد نيابية: وليد البعريني عن المقعد السنة، محمد سليمان عن المقعد السنة، طارق المرعبي عن المقعد السنة، هادي حباش عن المقعد الماروني، ووهبي قطيشة عن مقعد الروم الأرثوذكس. لائحة عكار القوية المدعومة من تحالف التيار الوطني الحر والجماعة الإسلامية نالت 34,430 صوت، فحصدت مقعدين لكل من أسعد درغام عن مقعد الروم الأرثوذكس، مصطفى حسين عن المقعد العلوي. يشير معنيون بالحراك العكاري إلى أنه إعلان الرئيس سعد الحريري تعليقه وطياره العمل السياسي رح يأثر سلباً على نسبة الاقتراع، تحديداً بالشارع السني، إلا أنه بالرغم من قرار تيار المستقبل بقيت شهية بعض المندويين بالتيار الأزرق مفتوحة باتجاه الحفاظ على المقاعد النيابية وبالتالي الاستمرار بالمعركة الانتخابية. مهندس المعركة رح يكون وليد البعريني، وهو يلي حصل على أعلى نسبة أصوات تفضيلية عام 2018 بلغت 20,426 صوت، فالأخير بمجالسه الخاصة بأكد أنه فاتح الحريري بترأس لائحة تحت حجة العائلة والعشائر وتمسك آل البعريني بالتمثيل النيابي، وهي لائحة رح تكون مكتملة وبتضم عدد من النواب الحاليين من بينهم هادي حباش. أبرز المتضررين من هيدي اللائحة رح تكون القوات اللبنانية، ففي حين استفادت بانتخابات العام 2018 من التحالف مع المستقبل لإيصال مرشحها وهبي قطيشة، المعطيات بتشير إلى نية البعريني بعدم التحالف مع القوات، وبذلك بتكون الأخيرة خسرت الحليف الوحيد لإلها، مما بيهدد مقعدها النيابي بعكار. ماذا عن التيار الوطني الحر؟ بيقول متابعين أنه حالة من الترقب ودرس الخيارات قائمة حالياً،
وهون بيسأل خبراء إحصائيين، هل التحالف بين التيار الوطني الحر والجماعة الإسلامية رح يبقى قائم بعكار؟ خاصة وأنه نتائج العام 2018 أظهرت أنه هيدا الحلف كان ناجح مع حصول التيار على نائبين بعكار ليتمثل لأول مرة بهيدي الدائرة، علما أنه التيار الوطني الحر يعتبر من أقوى الأحزاب بالشارع المسيحي بدائرة عكار. فمرشح التيار الوطني الحر جيمي جبور، وبالرغم من أنه ما فاز بالمقعد النيابي، حصد 2200 صوت مسيحي أكثر من المرشح هادي حباش على لائحة المستقبل يلي نجح بفضل الأصوات السنية. على خط قوى الحراك المدني ما تبلورت الصورة، ولعل أهم الأسباب هو الانقسامات فيما بينه، حيث يقلل المراقبون من أهمية النتائج اللي رح تحصدها قوى التغيير بعكار، خاصة وأنه بالانتخابات النيابية السابقة ما وصلت لائحة المجتمع المدني للحاصل الانتخابي بنيل فقط 2032 صوت، من بينهم 1111 صوت تفضيلي للمرشح جورج نادر، وهو من أبرز وجوه الحراك. إلى الشأن الاجتماعي، العم مخايل في مكان آمن وبانتظار نتائج الفحوصات لنقله إلى مركز الرعاية. ماذا قال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار للأو تي في؟ شو عايز مني في شيء خاص لك؟ معك مصاري؟ معك مصاري؟ جيب يلا. شو بدك تجيب هنا؟ اتركهم هنا، روح تقلك، أنا بعطيك زراد غيره. قضية العم مخيل الرجل المشرد يلي شغلت الرأي العام الأربعة هي قضية الكثير من اللبنانيين اليوم يلي فقدوا منازلهم ولم يعد بإمكانهم دفع الإيجارات بسبب الأزمة الاقتصادية. هيدي القضية دفعت بوزير الشؤون الاجتماعية إكتار حجار للنزول إلى منطقة الدورة والتفاوض مع العم مخيل ووضعه بمركز لرعايته. امبارح مساء نزلت مع أحد الأصدقاء على الموقع، شفت العم مخيل. المقصود منه أنه كان أفهم الوضع من زيارتي، أفهم الوضع ميدانياً. عملت اتصالات مباشرة، واليوم العم مخيل هو محجور لغاية أنه نعمله بي سي آر، ومن بعد ما نخلص البي سي آر نأمن له المركز الملائم لمتابعته. قضية عم مخيل هي قضية كل كتار من اللبنانيين اليوم فقدوا بيوتهم أو فقدوا إمكانية دفع أجارهم، وهالحل اللي صار مع العم مخيل هو حل، ولكن هو حل فردي. وعن كمية التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبار أنه ما يقوم به الوزير لا يجب أن يكون مصوراً، قال حجار: ما عندي شيء أقوله. أول شيء بدي أقول للناس أنه أنا مني مرشح لانتخابات النيابية، يعني خليني أطمن بين الناس أنا مني مرشح للانتخابات النيابية. ثاني شغلي بدي أقول للناس أنه أنا أخلاقيتي بتقول مش من اليوم أنا لأني وزير بعمل هذا العمل، أنا أخلاقيتي بتقول من وقت كنت مواطن كنت أعمل هذا العمل. فبعد حرب 2006 أنا كنت موجود بيارون لإعادة تأهيل يارون، بعد انفجار بيروت أنا كنت موجود على الأرض لإعادة تأهيل بيروت وبناء بيروت. خلال كل المراحل التاريخية بلبنان أنا كنت ملتزم، وأنا شخص بالوثائق موجود، وموجود لا لغاية انتخابية ولا لأي غاية تاني. وأنا بترك الناس حرة، الناس تعبر اللي بدها تعبره بطريقتها، وكل إنسان بيعبر عن ذاته وبيعكس ما في داخله. أنا شخصيا بعمل ما أؤمن فيه. في شغلة ما كنت حابب نزل فيديو، ولكن أنا فيني أقول قد ما في اليوم تكاذب بالبلد، قد ما في صور بشعة سلبية عنا كوزراء وعني كوزير، وقد ما الناس ما بتصدق إنه ممكن ننزل وممكن نروح بدنيا تنحل المشاكل، أصريت إنه بطريقة من الطرق نحط نقول لا يا عمي نحن رح ننزل ورح نتابع، ونزلت وتابعت. وبيبقى الحل الجذري لهؤلاء المشردين هو تفعيل المركز الوطني للمشردين. الحل هو إنه نروح يصير في عنا مركز للإيواء الموجودين على الطرقات، وبنفس الوقت لازم نعرف أنه جزء من هالناس بيرفضوا أنه يطلعوا عن الطريق. يعني حتى مبارح العم مخيل بقي الحوار معه طويل، متعود يعيش على الطريق ومتعود أنه يعيش هيك بهيك طريقة وما بده يغير، كان صعب أنه نقنعه. وهذه مش أول مبادرة بعملها بحياتي،
من سنة التسعين أنا بقوم بمبادرات لناس موجودة على الطرقات وبأمل لهم أمكنة. بدنا نفهم الموضوع من كل أبعاده، وأكيد أكيد أنه نحن بحاجة لمركز متخصص للأشخاص اللي بيعيشوا على الطرقات، نقدر نوكبهم ونقدر نعطيهم حرية أنه يقدروا يظهروا ويرجعوا يفوتوا على المركز، وبنفس الوقت نقدر نلاقي لهم عمل يعبي لهم وقتهم ويريح لهم نفسيتهم، ونقدر نواكبهم على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. إشارة إلى أن الوزير حجار دعا إلى اجتماع الأسبوع المقبل مع المرجعيات الدولية لخلق أماكن للمشردين بالتعاون بين الوزارة والمؤسسات الدولية. فاصل ومنتابع أخبار المساء. إلى الرياضة، وفي ضوء الإنجاز التاريخي للمنتخب اللبناني لكرة السلة، كيف تم استقبال أبطال الأرز؟ التفاصيل في تقرير جينيفر مزرعاني. على وقع الطبول والهتاف، هيك تم استقبال المنتخب اللبناني لكرة السلة بمطار بيروت الدولي بعد فوزه بلقب بطولة العرب لأول مرة بتاريخه. ثلاث شهور لا يوصف، ما عم شوف اللبنانيين كيف عم يتفاعلوا معنا، شيء بعقل كثير مهم لإلنا للمباراتين، إن شاء الله بيأهلونا لكأس العالم إن شاء الله. أول شيء عن جد ما في خبرك قديش شعور كان كثير حلو، سوبر حلو، خاصة عم نشوف هيدا الاهتمام مش بس بالعائلة كرة السلة، باللبنان كله، كل العالم. أكيد أول شيء شعور كثير حلو نربح الكاس، الحمد لله كان ماتش صعب وربحنا. يعني بتشوف كل هالعالم مبسوطة، ومن هذا اليأس اللي عايشة فيه نحن قدرنا نحط هيدا البسمة على وجهه، نحن هيدا أكتر شيء كان هيك تاتش لنا وأكتر شيء هيك حسسنا بالفخر. شيء كثير حلو صار إنه جمهور وصل قبل ما نحن نوصل، ما فيني أقول أكتر من إنه ثانكيو لكل واحد صلى لنا وشجعنا ودعمنا بهال لنربح هذا الكاس. I mean I'm proud, you know I feel proud winning the Arab Championship for Lebanon for the first time. شيء كبير، you know شيء كبير. قدر لبنان يتغلب بمباراة نهائية على نظيره التونسي بفارق 3 نقاط بقاعة نادي النصر بدبي، ووصلوا إلى المباراة النهائية بعد تحقيق 4 انتصارات متتالية. وكان بانتظار الفريق اللبناني ممثلي وزارة الشباب والرياضة وأعضاء اتحاد كرة السلة، بالإضافة لوفد كبير من الصحافة المحلية العربية والعالمية. إنجاز تاريخي، أول مرة بنعمله، إن شاء الله الأهم بده يبلش ابتداء من الجمعة الجاي، طالعين على الأردن وعلى السعودية. الهدف الأساسي عندنا هو كأس العالم، إن شاء الله بنحقق هيدا الهدف ومفرح قلب اللبنانية مثل ما عم نعمل دايما. نحن منهنيكم، منهني من كان وراءكم من جهاز فني، مدرب ومساعدين، نهنئ الاتحاد اللبناني، ومنأمل بلقاء قريب إن شاء الله بهالقاعة هي، نحن وعم نستقبلكم وانتو مأهليننا لكأس العالم إن شاء الله. أهمية لقب بطل العرب لكرة السلة بيمثل الاستعداد الأفضل للتأهل لكأس العالم المقبلة، ورح يكون لبنان على موعد مع الأردن والسعودية ب 24 و27 من الشهر المقبل لحسم تصفيات آسيا. فرحة مثل ما بتشوف كتير كبيرة عند الشعب اللبناني، كان بحاجة لها. تحية كبيرة للشباب اللي قدم مباراة كتير كبيرة، وأهم شيء ما بدي أنسى الجالية اللبنانية بدبي اللي كانت 10/10 على مدار البطولة. الحمد لله حققنا بطولة العرب، بدنا نبلش هلا من اليوم نبلش نفكر بماتش الاردن ان شاء الله. اكيد هيدا انجاز كثير كبير للبنان، لاول مره بتاريخ لبنان بنحقق بطوله عربيه، بس نحن هدفنا التاهل على كاس العالم، سو هلا بدنا ننسى هالبطوله ونصب كل تركيزنا على المباراتين اللي عندنا اياهم ب 24/27 شهر. هالانجاز التاريخي لمنتخب لبنان لكره السله قدر يرجع للبنانيين الامل رغم كل الاوضاع الصعبه اللي عم نمرق فيها، وقدر يفرح قلب الجمهور اللي كان موجود بدبي او اللي كان عم يتابع المباراه عبر شاشات التلفزه. اليوم الطموح برؤيه لبنان ببطوله كاس العالم كبر، لان بنعرف انه لبنان بيستاهل ومنتخب لبنان قد وقدور. ختام أخبار المساء، شكرا للمتابعة وتصبحوا على ألف خير.